نتابع في هذه الصور المباشرة قصف من محيط قطاع غزة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية. لازلنا نتابع تصاعد الدخان الكثيف من محيط قطاع غزة في هذه الصور المباشرة بعد غارات إسرائيلية. للمزيد من التفاصيل حول ما يجري في غزة ينضم إلينا مراسلنا محمد المشهراوي. محمد تفضل، تفاصيل ما يجري الآن في غزة معك. نعم، هذه هي سحب غارة إسرائيلية ثانية استهدفت برجا سكنيا يعرف باسم برج هنادي يقع غربي مدينة غزة، وهذا البرج مكون من 15 طابقا يضم عشرات الشقق السكنية. أغارت عليه قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية بعدما كانت أنذرت سكان هذا البرج بضرورة إخلائه تمهيدا لقصفه. قبل أن تغير الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذا البرج، أغارت طائرات مسيرة من دون طيار على محيطه، أطلقت صاروخين على محيطه لإخلاء السكان منه وإبعادهم عن محيط هذا البرج، ومن ثم تم قصف البرج بصاروخين من المقاتلات الحربية الإسرائيلية ليتم تدميره دمارا كاملا. 15 طابقا على الأقل سوي بالأرض في هذه اللحظات، عدا بما تحتويه هذه الطوابق 15 من عشرات الشقق السكنية. هذه السياسة، سياسة قصف الأبراج السكنية الكبيرة، كان لجأ إليها الجيش الإسرائيلي في عام 2014 خلال حربه على غزة، وألحقت دمارا كبيرا بممتلكات الفلسطينيين ودمرت عددا من الأبراج السكنية في حينها وشردت مئات الأسر الفلسطينية، بقيت بلا مأوى لأكثر من عامين قبل أن يصلها الإعمار. وهذا المشهد يعاد الآن كرة ثانية، يعيده الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة ضمن سياسة استهداف البيوت، بيوت السكان. ويقول هنا الناس إن هذه السياسة هدفها الضغط على الفلسطينيين يعني القبول بالشروط الإسرائيلية والإملاءات الإسرائيلية، وبالتالي فهي يعني من برأيهم أنها سيكون لها تداعيات صعبة في هذه المواجهة، لا سيما وأن حماس كانت قد هددت قبل حوالي ساعة من الآن بمجرد أن أبلغ الجيش الإسرائيلي سكان هذا البرج بضرورة إخلائه. حماس أصدرت رسالة قالت فيها إنها ستضرب تل أبيب بصواريخ، بعدد كبير من الصواريخ هذه الليلة في حال أقدم الجيش الإسرائيلي على قصف أبراج سكنية. واليوم وفي هذه اللحظات الآن الجيش الإسرائيلي فعلا ينفذ تهديده بقصف هذه الأبراج السكنية. ربما نحن أمام دوامة جديدة من المواجهة تفتح الباب أمام إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب، وبالتالي ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها الصواريخ باتجاه تل أبيب صراحة في حال لو تم، هي المرة الأولى من عام 2014، وهذه نقطة متقدمة في حلقة التصعيد الصعبة التي تعيشها غزة منذ يوم أمس حينما بدأت هذه الموجة عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم أمس بإطلاق صواريخ على مدينة القدس ردا على الاستفزازات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين هناك والاعتداءات عليهم في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، كما بررت ذلك الفصائل الفلسطينية في إطلاقها لتلك الصواريخ. وإذن نحن الآن أمام ربما موجة جديدة من هذا التصعيد وحلقة جديدة تفتح الباب أمام إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب تنفيذا لوعود الفصائل وتهديداتها. في رسالة سابقة كنت ذكرت أنه الجيش الإسرائيلي وجه تحذير لسكان هذا البرج الذي تم قصفه حاليا، هل هناك معلومات بداية عن إصابات جراء هذا القصف، وهل هناك معلومات عن إذا كانت هذه العائلات التي تسكن في هذا البرج قد أخلته فعلا قبل القصف؟
نعم، حتى الآن لا معلومات عن إصابات، وبالفعل كما ذكرنا بأن الجيش الإسرائيلي كان قد أبلغ باتصالات هاتفية لسكان هذا البرج بضرورة إخلائه وأمهلهم مدة قصيرة. فقط كل ما بوسع سكان هذه الأبراج والبنايات السكنية التي يتم تهديدها بالقصف، كل ما بوسعهم فعله في هذه الحالة هو فقط إخلاء أنفسهم من هذه المباني. أما أمتعتهم وكل ما تحتويه هذه المساكن وهذه الشقق السكنية من أمتعة، من أثاث، من ذكريات وغيرها من أشياء ثمينة، ليس الوقت لا يسعفهم لإخلائها بالمطلق، وبالتالي الحديث عن خسائر على الأقل مادية جسيمة ومعنوية ونفسية لها آثار عميقة في نفوس الفلسطينيين عندما يتم استهداف هذه المباني والمس بالمدنيين بهذه الطريقة التي نشاهدها منذ صباح هذا اليوم. عمد الجيش الإسرائيلي لاستهداف المباني السكنية، الشقق السكنية، وقتل عدد من الفلسطينيين داخل بيوتهم، كان من بينهم أطفال وكان من بينهم امرأة ورجل مقعد، قتلوا جميعا داخل شققهم السكنية. الجيش الإسرائيلي يبرر قصفه لهذه البنايات إما بأنها تتبع لقيادات في حركة حماس أو الجهاد، أو يقول إن هذه البنايات تضم مكاتب لحركة حماس. هذا هو المبرر، بينما السكان هنا يقولون إنها بنايات سكنية، كيف لعمارة مكونة من 15 طابقا تضم 70 شقة سكنية تقريبا أو أكثر أن تكون كل هذه الشقق مملوكة لجهة معينة واحدة فقط. هذه عائلات فلسطينية تسكنها من مختلف الأطياف، من مختلف الاتجاهات، وبالتالي هذه سياسة عقاب جماعي كما وصفتها إحدى المنظمات الحقوقية اليوم في بيان لها، تقول بأن سياسة قصف المنازل والبيوت الفلسطينية هي سياسة عقاب جماعي مرفوضة ومنافية للقوانين الدولية. الوضع في غزة يزداد صعوبة، وعندما يتم المس بالمدنيين بهذه الطريقة، هذه مرحلة جديدة من التصعيد ينظر إليها ببالغ الخطورة هنا، وتفتح الباب أمام مزيد من التوتر بل والتصعيد الميداني والأمني أكثر فأكثر، في وسط الأنباء التي تشير إلى أن إسرائيل ترفض التعاطي مع المطالب والجهود المصرية بوقف إطلاق النار حتى هذه الساعة. ينضم إلينا أيضا في هذه التغطية من القدس مراسلنا فراس لطفي، وأيضا من سديروت بمحيط قطاع غزة ينضم إلينا مراسلنا نضال كناعنة. نضال، كيف تبدو الصورة لديك وما جديد التطورات؟ نعم، أولا في آخر الإحصائيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي، هو يقول بأنه اليوم تم إطلاق، أو منذ بدء هذه الجولة تم إطلاق 480 صاروخا على إسرائيل من قطاع غزة. القبة الحديدية تمكنت من اعتراض نحو 200 صاروخ من هذه الصواريخ. أيضا في قضية عسقلان، وفقا للإحصائيات نصف الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة اليوم استهدفت مدينة عسقلان، وهذا ما أدى إلى هذا العدد من الإصابات في المدينة وهذه الكمية من الصواريخ التي استهدفت العديد من المباني في مدينة عسقلان. يبدو أن هذا تكتيكا جديدا لحركة حماس في محاولة للالتفاف على القبة الحديدية عبر إغراقها بكميات كبيرة من الصواريخ. ومن المعروف أن القبة الحديدية كمنظومة دفاع جوي لديها سقف معين من عدد الصواريخ التي تستطيع اعتراضها في لحظة معينة. هذا التكتيك نجح بالنسبة لحركة حماس، وحدثت اليوم، وقعت اليوم العديد من الإصابات في المدينة، حدثت وفاتين في المدينة. أيضا وفقا للجيش الإسرائيلي فإن نحو 80 طائرة إسرائيلية الآن تقوم باستهداف منصات إطلاق الصواريخ في قطاع غزة، بالأساس الصواريخ أو المنصات الموجودة تحت الأرض. هذه الاستهداف يأتي بناء على تعليمات وزارة الدفاع الإسرائيلية ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي. وفقا لخطط الجيش الإسرائيلي فإن أول الأهداف وأهم الأهداف بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو استهداف مصانع الصواريخ، أيضا المنصات لإطلاق الصواريخ،
ومخازن الصواريخ في قطاع غزة. هذا ما يبرر الآن هذه الغارات الكثيفة للجيش الإسرائيلي في مناطق مفتوحة في قطاع غزة، إضافة طبعا إلى استهداف المباني، وهذه سياسة جديدة قديمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، العودة إلى سياسة الاغتيالات. اليوم تم اغتيال 3 من قادة الأجهزة أو الفصائل في قطاع غزة، اغتيال المسؤول عن الصواريخ في حركة الجهاد الإسلامي، وأيضا الإعلان عن اغتيال مسؤول الصواريخ المضادة للدروع التابع لحركة حماس. ننتقل إلى القدس وإليك فراس، وآخر التفاصيل حول ما يجري في القدس في باب العمود أيضا وحي الشيخ جراح. يعني الوضع حتى الآن هادئ منذ صباح هذا اليوم، الوضع هادئ في مدينة القدس وفي كل الأماكن التي كانت بؤرا للتوتر والتصعيد والاشتباك مع الشرطة الإسرائيلية. باب العمود يبدو هادئا من خلفي، ولا لم نسجل أي يعني اشتباكات أو مواجهات بين الشبان والشرطة الإسرائيلية. الأقصى اليوم، المسجد الأقصى، يعني مرت فيه الصلوات الأربع حتى الآن من دون أي تسجيل خروقات أو اعتداءات من الشرطة الإسرائيلية. وأيضا حي الشيخ جراح الذي كنا متواجدين فيه تقريبا منذ ساعات الصباح لم يكن هناك أي من المواجهات، لكن يعني من المتوقع وكما جرت العادة بعد الساعة 9 بالتوقيت المحلي بعد صلاة التراويح يكون هناك اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية واحتجاجات على ما يجري وعلى الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها مدينة القدس وبالتحديد حي الشيخ جراح الذي يتهدد التهجير والاستيطان 28 عائلة فيه. لكن الدعوات أيضا اليوم حقيقة هي من داخل المدن الفلسطينية داخل إسرائيل، دعوات للتظاهر وللخروج بمسيرات داعمة لمدينة القدس وغاضبة على ما جرى. هي دعوات من اللد ومن الرملة، من يافا وحيفا وعكا وأيضا مدن الشمال العربي في داخل إسرائيل. وهذه الدعوات لربما سيكون فيها الآلاف بل عشرات الآلاف من المشاركين. في اللد وعند تشييع اليوم، تشييع شاب أصيب برصاص إسرائيلي، كانت هناك اشتباكات داخل إسرائيل، وهذه الصورة لم نشهدها منذ سنوات داخل إسرائيل في البلدات والمدن العربية. وهذه الاشتباكات تحولت إلى تصعيد وإلى مواجهات أصيب خلالها عدد من الشبان وأصيب شرطيان إسرائيليان، إضافة إلى دعوات أخرى مشابهة للخروج والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية عند نقاط التماس والحواجز العسكرية الإسرائيلية. هناك عدة دعوات في بيت لحم ورام الله وحاجز قلنديا وأيضا في الخليل ونابلس. وبالتالي نحن نتحدث عن لربما موجات تصعيد في إطار عمل شعبي يعني يعبر عن الغضبة الفلسطينية على ما جرى ويجري في مدينة القدس، وأيضا على ما يجري من قصف في مدينة أو في قطاع غزة. وبالتالي اليوم بدأ المشهد الفلسطيني ملتحم في القدس وفي الضفة الغربية والداخل الفلسطيني وقطاع غزة. ويعني هذا التصعيد واضح بأن الشرطة الإسرائيلية التي دفعت بفرق للعمل في الشوارع المقدسية يبدو بأنها تستعد لموجات تصعيد قادمة إذا ما صحت التقديرات الأمنية الإسرائيلية. وبالتالي هي دفعت بفرق جديدة من ما يسمون بحرس الحدود إلى العمل في مدينة القدس، وأيضا دفعت بفرق وقوات قتالية إلى الضفة الغربية، وكما يعني ذكر الزملاء هي تدفع بمزيد من القوات لاحتمال تصعيد وتوسيع دوائر التصعيد في قطاع غزة. وبالتالي اليوم إسرائيل يعني جاهزة أمنيا وعسكريا على 3 جبهات: الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس. حتى الآن كما ذكرنا ونكرر المشهد يبدو هادئا، ولكن أيضا في المقابل هذا الهدوء هناك دعوات من المستوطنين للتظاهر والتجمهر أمام الدعوات الفلسطينية داخل المدن العربية في إسرائيل وأيضا في مدينة القدس.
شكرا جزيلا لكم على هذه الرسائل من القدس، مراسلنا فراس لطفي من سديروت في محيط قطاع غزة، مراسلنا نضال كنعنة، وأيضا من غزة كان معنا مراسلنا محمد المشهراوي. شكرا جزيلا لكم.